السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الإعلام التونسي، وين قال بأن عقوبات كبيرة تنتظر اتحاد العاصمة بعد انسحابه ومحامي على شكون محامي الطاس ستحكم لصالح نهضة بركان. شوف كيفاش ما تكذب والو ولا عمي، والله العظيم ذات ملعب المباراة الاجتماع فني هذا كله، لكن في الأخير كما قال والله ما والله حيا ما تكذبها. يعني تسمع واحد تونسي منا يهدر لك هاك، تسمع منا قوالي، كل واحد ويعطي قوالي ما تفهم والو. هذه هي المدير الرياضي لاتحاد العاصمة أن الفريق سينسحب إذا خير أو اختار فريق نهضة بركان أجداء الأزياء اللي فيها خريطة المغرب. تعليقك خالد، وأزمة كبيرة بين البلدين وعقوبات ثقيلة تنتظر اتحاد العاصمة. ليه مين تعرف رأيي أنا، ما نحبش ندخل فيهم الأمور السياسية هذيا، في كورة نحن جينا نحلوا في الكورة. هما أخويا اختاروا باش ما يلعبوش على خط الخريطة، هذيك أمورهم. ما أنا اللي سمعته واللي قريته اليوم اللي بيصير عليه برشا عقوبات، راهو منهم موسمين ما يشاركش في الكاف، يخلص الخطايا نتاع الفواياج اللي البركان كي يجيو 50,000 دولار. 50,000 دولار معناتها حكيت هذوما، تحطم فريق كامل، معناتها تحطم بلد كامل. ضربة للكرة الجزائرية. ضربة للكرة الجزائرية. ولو أنه راه الاتحاد الجزائري هذا نختار خويا ما نحكيو كرويا، ما نحكيش سياسيا، ما ندخلني فيهم المواضيع. كرويا باش يضر فريق راهو هز اللقب الموسم الفائت. ماديا وكل شيء معناتها، فهمت؟ دونك خويا ربي يهدي، انا ديما نقول ربي يهدي الحكايات هذوما، وان شاء الله خويا ترجع نفوس باهية ما بينات بعضهم، وابري تو زوز على ربي. صعيب شوية ترجع نفوس باهية. سافول كو واجدي الانسحاب بسبب خريطة والعقوبات المنتظرة، هذه عقوبات ثقيلة، واش تحسب رأيك رياضيا يعني؟ هو مشكلة أول حاجة لو يدخل السياسي في الرياضي، يعني الشأن السياسي في الشأن الرياضي، هذه حاجة أكيدة. شفنا المشكلة نتاع المغرب والجزائر، هي مشكلة من قديم الزمان، مشكلة أمور سياسية الحقيقة، خريطة ممكن هما الإخوان الجزائريين اعتبروها أنه معناها استفزاز لهم هما، ومش أكيد مش بشي معناها، ومش مش موافقين على الخريطة ذيك وعلى اللي صاير. معناها الحقيقة فما برشا مشاكل من قديم الزمان كيما نقولوا. القرارات أكيد جدا ما تنجمش تاخذ قرارات أنت رياضية إلا ما تتعدى في أعلى مستوى سياسي في البلاد. أكيد أنه الاتحاد الجزائري وحتى أعلى سلطة في الجزائر، أعلى سلطة سياسية الحقيقة، كانت متداخلة في القرارات هذيا. إن شاء الله نقولوا ربي 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 يهدي، ربي يهدي الناس كل جوج شعوب اخوان، ان شاء الله يا ربي يرجعوا كيما قبل وخير من قبل، وترجع العلاقات الحقيقه. خاطر شوف كيما قلت انت، صعيب، هو صعيب صعيب، لكن الحقيقه الصراع هذايا من قديم الزمان. هم بدات هي بدات من تنظيم الكوب كاس الافريقيه، كاس الافريقيه المحليين عندما رفض الجزائر فتح المجال الجوي، بدات الاجواء مشحونه، بدات. لكن قرار عادي راهو، لو ما تلعبش المقابله قرار عادي بالنسبه لي انا. ليه مش عادي؟ انا بالنسبه لي هما يقول لك انا قدام دولتي والبلد نتاعي، شمني فيها رياضه؟ فهمتش معناها؟ قبل ما احكيو على النهائي، لمحه على العقوبات اللي تنتظر اتحاد العاصمه مع المحامي والمختص في القانون الرياضي صديقنا انيس بن ميم. ماتر، اهلا وسهلا بك، مرحبا. اهلا وسهلا بك جميل، واهلا وسهلا بالكباتن اللي معاك الحاضرين، كابتن خالد الرقيب في التصوير، وما نعرفش شكون معاك. واجد ابو عز، واجد وعاد، كيف تحياتي. السليتي مفقود يا ماتر، وانا نلوجوا عليه يا انيس. السليتي هرب، راهو شوف تلقى وش بعدين غادي معناتها ما دور لي الظرف تقولوا علينا، ما تهل سوشيال ميديا تلقى فيديوهات محمد سليتي وتصريحاته فيما يخص الترجي سان داونز.
هو كل واحد يتحمل مسؤولية تصريحاته يعني ساكا ولا غير اللي يسمعني غير اللي القرب يعمل عليه ضغط بريسيون هو ما عادش يطلع له برشا فوق دونك ضيع ولا يروح الكورة ما عادش يكمل يواصل في الريتم نتاعو يظل لي هكا به أنيس الأزمة تتواصل بين اتحاد العاصمة ونهضة بركان وعقوبات منتظرة بعد انسحاب الفريق الجزائري من مباراة الإياب فكرة على العقوبات الحاصلة تو والعقوبات المنتظرة أيضا اللي قال أنها ثقيلة ستكون هو بطبيعة الحال تعرف تم نوعين من العقوبات في مثل الوضعيات هذه يعني أولا معناتها بصورة أولية حسب الفصل 12 من لوائح كأس الكونفدرالية الإفريقية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي الفريق اللي ينسحب من النصف النهائي بطبيعة الحال يتعرض لعقوبة معناتها ثانية ب 50,000 دولار بطبيعة الحال هذه مع الهزم بطبيعة الحال الجزائي ومع ترشيح الفريق نهضة بركان إلى نهائي كأس الاتحاد الأفريقي مع أنه من بعد هذه بطبيعة الحال هذه على مستوى الرياضي معناتها زيد الملف يتحال من بعد في لجنة الانضباط ويستيقظ به العقوبات النهائية ضد الفريق المنسحب اللي من بين العقوبات اللي بالعادة الوضعية اللي وقت الفريق ينسحب من المسابقة ينجم يتعرض إلى خطايا مالية أخرى بخلاف انه ممكن يقع معناتها منعه من المشاركه في المسابقتين والتتاليتين من المسابقات الافريقيه لموسمين معناتها العام الجاي والعام اللي بعده ممكن يشارك لكن ديما نقولوا انه راهو هذايا ماهوش ديما بصوره اريه يصير نذكروا في وضعيه الترجي والوداد وقع هزم فريق الوداد لكن ما تمش معاقبته معناتها عدم المشاركه في المسابقات اللي بعد دونك يقعد من بعد بطبيعه الحال دراسه الملف كامل بالوثائق وحسب ما باش يتقدم به من اوراق ومن مؤيدات بالنسبه لفريق اتحاد العاصمه لجنه الانضباط تنظر في الملف هذا بالوثائق الكل نتاعو وتاخذ القرارات اللي بعدها بطبيعه الحال على حسب الخطوره نتاع الافعال نتاعهم وحسب الاحداث والمجريات اللي صارت اثناء وقبل وبعد المقابله. به فريق اتحاد العاصمه فرضا انه تم تسليط عقوبات اخرى عليه من لجنه الانضباط وقتها ينجم يمشي للتاس هكا ولا انيس؟ بطبيعة الحال وكما قلنا لجنة الانضباط هي تصدر العقوبة في صورة ابتدائية يقع استئنافها قدام لجنة الاستئناف للكاف وبعد بطبيعة الحال لو الحق باش يمشي للتاس للطعن في القرارات اللي بتصدر بعد. لكن حسب خبرتك انت هل عنده فرصه ممكن اتحاد العاصمه لتغيير القرارات اللي هي معروفه الى حد الان لجنه الانضباط شو نفس الاسباب نفس الاسباب تؤدي لنفس النتائج اذا انت احترازك الوحيد على وجود الخريطه في القميص نتاع نهضه بركان اللي كما قلنا قبل راهو ماهوش قميص اول مره يتلبس معتمد من الكاف وكان هذاك تبرير لجنة الاستئناف المرة اللي فاتت وقت اللي أقرت بهزيمة فريق اتحاد العاصمة أن القميص هذا ما يحملش دلالات سياسية حسب قراءتنا باعتبار الملف معناتها هذايا موجود من القميص ومعتمد من قبل الكاف ونهضة بركان ما خالفتش لوائح الكاف في حتى شيء في لعب القميص هذايا. بطبيعة الحال إذا كان كما قلنا نفس تؤدي الى نفس النتائج معناتها باش تلقى روح اتحاد العاصمه هو اللي ينسحب من المقابله وباش يتحمل التبعات القانونيه للقرار هذا. شكرا لك مثل انيس بن ميم على كل التوضيحات فيما يخص العقوبات المنتظره في حق فريق اتحاد العاصمه الجزائري حامل لقب كاس الكاف. ما غاديش يعاقبوا لي اسمع كان عقوبه الاول ضد فريق نهضة بركان. نهضة بركان سيواجه الزمالك المصري. نهضة بركان ممكن عنده مشكل خالد انه الفريق ما لعبش توا في الفترة الأخيرة عديد المباريات مقارنة بالزمالك. الزمالك فريق تنافسي، فريق جاب ترشحه خارج أراضيه من غانا، فريق الزمالك المصري. نهضة بركان من الأقرب للفوز باللقب حسب رأيك؟ نفس نقول لك لو أن الحضور التونسي قوي في النهائية. كلامك كله صحيح، مدرب وزوز لاعب شو اي الحقيقة حتى في الشامبيونز ليج معناتها ترجي ومعلول كيف كيف في فينال الكاف حاجة باهية الكرة التونسية. الكرة التونسية اللي قلتوا كله صحيح يمين سورتو في النيفو سبورتيف راهو تبدا فريق موك دو كومبيتيسيون مش قاعد يلعب راهو معناتها يصير برشا مشاكل. التوانسة هذه اللي يمشي في مليحة فيهم حاجة عادية يقول لك احنا رانا مشاركين فيها، احنا دينا كأس العرب هو قال لك احنا اللي ربينا لكم بونجاح وبلادي
والله العظيم هذه مش مليحه فيكم نتوما بنت كيف كيف والله. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو معنا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.